البدعة أشد من المعصية. فيقول لأن يكون ابني فاسقا من الفساق، يعني يعمل كبيرا من الكبائر. الفاسق هو الذي يعمل كبيرا من كبائر الذنوب. الفسق هو فعل الكبيرة هو مداومة على الصغيرة، والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشارف الزور والعدوان على نفس الدماء والعدوان على نفس الأموال والعدوان على نفس الأعراض، هذه كلها كبائر ومن فعلها يكون فاسق. فيقول عطاه المهند الآن يكون ابني فاسقا إفعال كبيرة كالسرقة أو الزنا أو شرب الخمر أحب إليه من أن يكون صاحب هوى، يعني بدعة. وذلك أن البدعة أشد من الكبيرة وأحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعلم أنه على باطل ويعلم أنه عاصي معترف بأنه عاصي ويرجى أن يتوب، أما صاحب البدعة فيظن أنه على حق وأنه مصيب فلا يفكر في التوبة في الغالب. ومن هنا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، وهي أقرب إلى الكفر من الكبيرة. لماذا؟ لأن صاحب المعصية يعلم أنه على ضلال وأنه عاصي فيخشى فيرجى أن يتوب، وأما صاحب البدعة فهو يعتقد أنه على الحق، وإذا جلس قال أنت على الباطل وأنا على الحق فلا يتوب. ومن هنا فضل عطاه بن المنذر الكبيرة على البدعة، قال لأن يكون ابني فاسقا من الفساق يعمل كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر أحب إلي من أن يكون صاحب هوى، يعني بدعة، يكون معتزليا أو خارجيا أو جهميا أو مرجئا أو رافضيا، هذا البدعة أشد من الكبائر. نعم. وهذا فيه التحذير من البدع وأنها تلي الكفر في المرتبة وأنها أشد من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة والعافية. نعم. وقال أبو إسحاق الفزاري لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. نعم. كذلك أبو إسحاق الفزاري وهو إبراهيم محمد بن حارث الفزاري ثقة حافظ له تصانيف، يقول لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم، البيع جمع بيعة، والبيعة هي معبد النصارى ومثلها كنيسة كذلك، وتطلق أيضا على معبد اليهود. يقول لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. لماذا؟ لأن الجلوس في بيعة النصارى معصية، والجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم تورث الشكوك والشبه وتؤدي إلى البدع، وهذا أشد. فالشكوك والشبه التي تورث البدع أشد وأعظم من المعصية. ولهذا فضل أبو إسحاق الفزاري الجلوس في بيعة النصارى لأنه معصية والعاصي يرجع أن يتوب، بخلاف صاحب البدعة فإنه في الغالب لا يتوب لأنه يعتقد أنه على حق. فالجلوس في حلقة يتخاصم في نفس دينهم تورث الشكوك والشبه وتؤدي إلى البدعة، بخلاف الجلوس في النصارى في بيعة فهي معصية وصاحبها يعلم أنه عاصي ويعتقد أنه عاصي فحري به أن يتوب. ولهذا فضل أبو إسحاق الفزاري المعصية على الشبه والشكوك التي تورث البدع. نعم. وقال سعيد بن جبير لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا، رواه الهروي في ذم الكلام. نعم. كذلك أثر سعيد بن جبير التابعي الجليل المعروف يقول لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، يعني خبيثا بسبب أعماله سيئة، كان يكون تفكير يكون يتذكر يشرب الخمر، هذا يقال فاسق الخبيث، يأكل أموال الباطل يتعامل بالربا، هذا فاسق. ولكن فإذا لا نصحب ابني فاسق
ولكنه سني ليس مبتدع، أحب إليه من أصحب عابدا مبتدعا، لأن عابدا مبتدعا على ضلال. ولو كان عابدا بدعته أحب إلى الشيطان من المعصية، وهو يعتقد أنه على حق فلا يفكر يقول، وهي أحب إلى الشيطان من المعصية ويسلي الكفر. فلهذا فضل سعد بن جبير يقول لا نصر ابني فاسقا خبيثا ولكنه من أهل السنة أحب إليه من أصحب مبتدعا ولو كان عابدا، لأن هذا على البدعة والبدعة أشد من المعصية وهذا على المعصية. فإذا كان ابني يصحب العاصي أحب إليه من أصحب ابني المبتدع، ولو كان مبتدع عابد ولو كان العاصي فاسق، لأنه يرجى أن يتوب، الفاسق يعلم أنه على باطل يرجى أن يتوب، والمبتدع لا يعتقد أنه على باطل فلا يتوب. نعم. وهذا فيه دليل على تحذير من البدع، وأن البدع أشد من كبائر الذنوب. نعم. وقيل لمالك بن مغول رأينا ابنك يلعب بالطيور فقال حبذا عن شغلة عن صحبة مبتدع. نعم. مالك بن مغول الكوفي رحمه الله قيل له إن ابنك يلعب بالطيور فقال حبذا إن شغلت عن صحبة المبتدع. يقول اللعب بالطيور واللعب كذلك بالشطرنج وغيره هذا معصية، فإذا اشتغل بالمعصية عن صحبة المبتدع فهذا أهون وأسهل، وحنا عليك بعض الشرع أهون من بعض، وكونه يشتغل بالمعصية أولى من كونه يشتغل بصحبة المبتدع، لأن البدعة لأن صحبة المبتدع تورثه البدعة، قد يضره هذا المبتدع وقد يعتقد ما يعتقد فيكون مبتدعا، والبدعة أشد من الكبيرة. ولهذا فضل مالك بن مغول أن يشتغل ابنه بالمعصية عن البدعة. يعني كل هذه الآثار من العلماء رحمه الله تبين أن البدعة أشد من المعصية، وفيه تحذير من البدع لأنها تلي الكفر، ولأن أصحاب البدع لا يعتقدون أنهم على باطل فلا يتوبون، بخلاف أصحاب الكبائر فإنهم يعلمون أنهم عصاة فيرجى أن يتوب. نعم. وقال ابن شوذب من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تمسكا أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. رواه اللالكائي والمصنف في الكبرى وابن الجوزي في تلبيس إبليس ورواه ابن البنا. نعم. وهذه أيضا المقالة قالها ابن شوذب أبو عبد الرحمن الخراساني، يقول من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا، يعني تعبدا، إذا تنسكا يعني تعبد صار صاحب نسك وعبادة، أن يوفقا لصاحب السنة يحملهما عليها، يعني يحثهما على السنة. هذا من نعمة الله على العبد، من نعمة الله على الشاب أن يوفق لصاحب السنة يحمله على السنة وينشئه عليها. وكذلك من نعمة الله على الأعجمي إذا أسلم وتعبد أن يوفق لصاحب السنة ينشئه عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. الشاب يأخذ ما سبق إليه، إن سبقت إليه البدعة أخذ بها، وإن سبقت إليه السنة أخذ بها، لأن الشاب يتأثر بخلاف الشيخ، فإنه لا يتأثر في الغالب، الشيخ يكون على ما كان عليه في الغالب، إن كان على الحق استمر على الحق، وإن كان على باطل استمر على الباطل، بخلاف الشاب فإنه يتأثر. ولهذا تجد دعاة الضلال والنصارى يركزون على الشباب، لأن الشباب يتغيرون ويتأثرون ويأسون من الشيوخ، يأسون أن يؤثروا على الشيوخ وأن يورثوا في قلوبهم الشبه، ولهذا هم يركزون على الشباب، لأن الشاب سريع التأثر والتقلب. فلهذا قال ابن شوذب من نعمة الله على الشاب أن يوفق لصاحب السنة يحمله عليها وينشئه عليها. وكذلك من نعمة على الأعجمي إذا تعبد أن يوفقه الله لصاحب السنة يحمله عليها، بخلاف ما إذا وفق الشاب لصاحب البدعة فهذا من استدلاله،
وكذلك العدل إذا وفق لصاحب بدعة نشأوا على البدعة. وهذا من ابن شوري رحمه الله بيان في بيان أن البدعة أشد من المعصية وأن المعصية ولو كانت كبيرة أسفل من البدعة. نعم. فهذا في التحذير من البدع. نعم. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه وإذا رأيته مع أهل البدع سيئس منه فإن الشاب على أول نشوئه. رواه ابن بطة في الكبرى. نعم. وهذه المقالة هي من عمرو بن قيس ملائي أبو عبد الله في بيان عظم شأن البدعة وأن أحد من الكبيرة. يقول إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يرجو الخير، يرجى له الخير. إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة وفق لمن يمشي على معتقد أهل السنة والجماعة يرجى له فرجه. أما إذا رأيت الشاب مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوءه. إذا نشأ على معتقد أهل السنة والجماعة نشا عليه، وإذا نشا على معتقد أهل البدع نشا عليه. وهذا فيه التحذير من البدع، وفيه أنه ينبغي على طالب العلم أن يحرص على معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن يحمد الله على أن وفق لأن ينشأ على معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا تجد علماء كبار فطاحل لم يوفقوا لمشايخ يمشونهم على معتقد السنة والجماعة، وهم علماء كبار خدموا الإسلام. مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله شارح صحيح البخاري، عالم كبير حافظ له اليد الطولة في علوم الحديث، ومع ذلك تجده يؤول الصفات على معتقد الأشاعرة لأنه لم يوفق لمن يمشيه على معتقد السنة والجماعة. ونرجو أن يغفر لهذه الزلات في لحن حسناته الكثيرة، لم يتعمد لكن ما وفق لمن يمشيه على معتقد السنة والجماعة، وظن أن هذا هو الحق وأن فيه تنزيه الله. تجده أول الغضب مثلا بالانتقام، أول الرضا بالثواب. وكذلك النووي الإمام النووي رحمه الله عالم جليل له تصانيف العظيمة رياض الصالحين، هذا الكتاب العظيم الذي قل أن يوجد مسجد أو بيت له في رياض الصالحين، وهذا من حسن نيته، ومع ذلك تجده يؤول الصفات على معتقد الأشاعرة لأنه لم يرشع على معتقد السنة والجماعة. ما وفق من الأساس من يرشع على معتقد السنة والجماعة. وإذا قرأت أحيانا في الشروح في شرح فتح الباري وغيره في بعض الصفات فقط يوم يكشف عن ساق أو في بعضها ينقل لك نقول كثيرة عن علماء كبار فطاحل كلهم أول الصفات ولا يصلون إلى معتقد ولا يصلون إلى مذهب السنة والجماعة. وتجد الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم إذا جاء الصفات مثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه غضب الله عليه ومستوى على العرش يقول للناس مذهبان، مذهب للسلف ومذهب للخلف. مذهب السلف لا يتكلم في الصفات ويفوضها إلى الله، ومذهب الخلف يتأولها. وكل من المذهبين ما وصل مذهب السنة. مذهب السلف اللي سمى السلف هو مذهب مفوضة يعني يفوضون المعنى، ومذهب الخلف مذهب مؤول ولا نصل إلى معتقد السنة والجماعة. ما ذكر مذهب السنة والجماعة لا هذا ولا هذا. ما السبب؟ السبب أنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد السنة والجماعة، بل نشأهم مشايخهم على هذا وظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا فيه تنزيه الله عز وجل. هذا يؤيد ما ذكره أهل العلم أن من نعمة الله على عبد أن نشأ على معتقد السنة والجماعة. إذا رأى أن هؤلاء العلماء الكبار الفطاحل أولوا الصفات ولم يتبين لهم معتقد السنة والجماعة الذي درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم وقرره العلماء يخاف على نفسه ويعض على معتقد السنة والجماعة
إذا زل هؤلاء العلماء الكبار فأنت حري سجل. هذا يعني يجعل الشاب وطالب العلم يحرص على معتبر السنة والجماعة ويعض عليه بالنواجذ ويحمد الله أن وفق لمن ينشي على معتبر السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم نشروا مذهب السنة والجماعة بعد أن اندهر. هذه الكتب العظيمة التي ألفها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العقيدة الواسطية، عقيدة عظيمة تكتب بماء الذهب، ينبغي لطالب العلم يحفظها. كلمات معدودة كتبها بعد العصر في جلسة واحدة، جلسة واحدة سؤال جواب عن سؤال من بلدة اسمها واسط وسميت الواسطية في العراق. يعني عقيدة عظيمة مركزة، كلمات معدودة، بيان معتقد السنة والجماعة في الصفات وفي الأسماء وفي الأحكام وفي الصحابة، تكتب بماء الذهب، بل هي أغلى من ماء الذهب، ماء الذهب لا يساوي شيء. كذلك الحبوية رسالة عظيمة في الصفات وفي العلو، جواب للسؤال من بلدة حمان، والتدمرية جواب للسؤال من بلدة تدمر، رسائل عظيمة. كذلك العقيدة الطحاوية عامة لبيان أصول الدين، كذلك أيضا مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله كثيرة في مجموع الفتاوى وفي غيرها ومؤلفة المقيم، كذلك أئمة الدعوة الإمام الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة كلهم نشروا مذهب السنة والجماعة وبينوه في رسائلهم ومكاتباتهم ودروسهم، وصارت مدرستهم امتداد لمدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلاء بن تيمية رحمه الله. هذه نعمة عظيمة من الله بها علينا في آخر الزمان، في هذه الأزمنة المتأخرة نشر مذهب السنة والجماعة، انتشر وصار في زمن الإمام محمد بن الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمه الله القرن الثاني عشر والثالث عشر، يعني صار في زمان يعني زمانهم يضم إلى زمان الصحابة والتابعين لشدة تمسكهم بالحق وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وشدة غيرتهم على دين الله ونشرهم لمعتقد السنة والجماعة. ولا نزال نتفيأ ظلال هذا البيان والإيضاح وظل هذه الدعوة السلفية التي وفق الله لها الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة في آخر الأزمنة. هذه نعمة عظيمة من الله بها عليه. لو لم يوفقنا الله ولم ننشأ على مسطرة السنة والجماعة لكنا مثل غيرهم، جهمية أو شاعرة أو معتزلة أو رافضة أو ملاحدة، وحدة وجود نسأل الله السلامة والعافية، كلها موجود في القديم والحديث. إذا خرجت إلى أي بلد من البلاد تجد فيها في البلد صوفية، تجد في البلد 100 طريقة، كل طريقة لها شيخ يدعو لنا وليه لله، تجد صوفية، تجد ملاحدة، تجد وحدة الوجود، تجد جهمية، تجد أشاعرة، تجد معتزلة، تجد رافضة، تجد مرجئة، تجد خوارج، ولكن الله من علينا بمعتقد السنة والجماعة، ومن الله على من شاء في سائر أقطار الأرض ممن وفقه الله لسلوك معتقد السنة والجماعة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، فلله الحمد على هذه المنة العظيمة. نعم، فعمر ابن قيس الملائي رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع السنة والجماعة فارجو له الخير، يرجى له الخير،
أما إذا رأيته معه البدع فيأت منه فيأت منه، فإن الشاب على أول نشوف هذا في الغالب يعني. هذا هو الأغلب، وإلا فقد يوفق الله الإنسان ولو كان من أهل البدع قد يوفقه الله لما تقضى للسنة والجماعة، لكن هذا في الأغلب وهو صحيح. الغالب أن من الشاب إذا نشأ على معتقد السنة والجماعة فإنه يرجى له الخير والاستمرار عليه، وإذا نشأ مع أهل البدع فالغالب أنه يستمر على بدعه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعصب، رواه ابن بطة في الكبرى. نعم، وهذا أيضا هذا أثر كسابقة، كل العلماء تواطأت نصوصهم كلماتهم على تحذير من البدع، وأن بدع أشد من المعصية. ولهذا قال عمرو بن قيس: إن الشاب لا ينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم من أهل السنة والجماعة كاد يهلك، وإن مال إلى غيره من أهل البدع كاد يعطب، يعني يهلك، يهلك بالبدع. نعم. وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة، فلا أيأس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد عبد. نعم، وهذا أيضا النص من لحماد بن زيد بن درهم الأزدي وإسماعيل البصري رحمه الله، الفقيه المحدث المشهور، وقال لي يونس بن عبيد بن دينار العبدي: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة، يعني من المعاصي، فلا يأيس من خيره، لأنه قد يوفق للتوبة، يرجع للتوبة، يعني يعلم، يحس، يؤنبه ضميره المسلم، يحس ويؤنبه ضميره ويعتقد أنه على باطل، ولو شرب الخمر، ولو عمل المعصية، ويعلم أنه على باطل، فقد يؤنبه ضميره، وسرعان ما يفوز إن وفقه الله. حتى أراه صاحب صاحب بدعة، إذا رأيت صاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب، يعني هلك، لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق فلا يفكر في السوء، وهذا في دعوة أن البدعة أشد من المعصية. نعم. وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا، رواه الهروي مرة عن الحسن ومرة عن حماد بن زيد، ورواه ابن وضاح وعزاه الشاطبي في الاعتصام لابن وهب. نعم، وهذا أيضا لما قال الحسن البصري رحمه الله في التحذير من البدع، يقول: ما ازداد صاحب بدعة العبادة إلا ازداد من الله بعدا، لأن عبادة ليست موافقة للشر، وهي تقدح في ثالثة أن محمد رسول الله، والعبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله، والشرط الثاني أن تكون موافقة للشرط. ما تصح أي عبادة وأي عمل يعمله الإنسان إلا بهذا الشرطين، أولا أن يكون خالصا لله، فإن لم يكن خالصا لله دخله الشرك، الثاني أن يكون موافقا للشرع وللسنة، فإن لم يكن موافقا للسنة دخلت البدعة. وإذا تعبد الإنسان بالبدعة ازداد من الله بعدا، لأنه على غير الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا الدين ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذا مردود على الصحيح، اللي تعبد بالبدع مردود عليه. ولهذا قال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بها من الله ازداد من الله بعدا، لأن بدعته مخالفة للشرع ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. جهده. نعم. قال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى، يعني مع البدعة، يتصل جهده بعذاب الآخرة، لأن عبادته ليست موافقة للشرع،
العبادة مع البدع، فيتصل جهده وعمله يتصل بعذاب الآخرة، لأنه متوعد، لأن عبادته غير موافقة للشرع، فتكون تعبه وإن كان يتعب إلا أن تعبه معصية متوعد يعذب عليه. ولهذا قال المعاون المجتمع في العبادة مع الهوى يعني مع البدعة يتصل جهده بعذاب الآخرة يكونه على غير الشرع. نعم. وقال الأوزاعي قال إبليس لأوليائه من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل باب. قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إن ذلك شيء لا نطيقه، إنهم لو يقرون بالتوحيد. قال لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء نبث فيهم الأهواء والبدع. نعم. رواه الدارمي في سننه واللالكائي والهروي. نعم. وهذا المقال الأوزاعي الإمام أهل الشام المعروف رحمه الله يبين أن الأهواء والبدع يحبها الشيطان ويبثها في الناس، وأن إبليس قال لأوليائه من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل باب. قال فهل تأتون، هذه محاورة بين إبليس وأوليائه، قال فهل تأتون من قبل الاستغفار؟ قالوا لا، إن ذلك شيء لا نطيقه، إنهم مقرون بالتوحيد. قال لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال نبث فيهم الأهواء والبدع. فليفعل البدع ما يستغفر البدع، ما يظن انه عاصي، بخلاف الذي يفعل كبيرة يزني او يشرب الخمر يستغفر ويتوب، يعلم انه على باطل وانه على معصية، لكن المبتدع ما يعتقد انه على باطل، ويظن انك انت على السنة انت على الباطل. فاذا قلت هذا باطل هذا بدع، قال لا انت على الباطل، هذا هو الحق وهذا هو الصواب، فلا يفكر في التوبة. ولهذا قال الشيطان نبث فيهم الأهواء والبدع، قال إبليس نبث فيهم الأهواء والبدع حتى لا يستغفرون منها، لا يستغفرون لأنهم لا يعتقدون أنهم على الباطل بل يعتقدون أنهم على الحق، فيستمرون على باطلهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال سعيد بن عنبسه ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واخترجت منه الأمانة. رواه الهروي عن عنبسة بن سعيد الكلاعي. نعم. هذا سعيد بن عنبسة رحمه الله يقول ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين، حقد صار في صدره حقد على المسلمين، واخترجت منه الأمانة يعني ذهبت منه الأمانة. وهذا فيه التحذير من البدع، وأن المبتدع لا بد أن يكون في قلب حقد على المسلمين على أهل السنة والجماعة لأنه مخالف لهم، فأهل السنة والجماعة ينكرون عليه بدعته وهو ينكر عليهم بدون السنة، فيكون في قلب حقد عليهم، وبالتالي تفقد منه الأمانة وتخرج الأمانة من صدره، فلا يكون مؤتمن لأنه مبتدع. وهذا في التحذير من البدع. وقال الأوزاعي ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. رواه الهروي. نعم. والله السلام والعافية. هذا أيضا مقال الأوزاعي رحمه الله يقول ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه، يعني أخذ منه الورع، فلا يكون ورعا لأنه مقيم على البدعة، فكيف يكون ورعانه على البدعة التي أشد من كبيرة الذنوب أشد من الكبائر؟ فإذا ابتدع البدعة فلا يكون ورعا، لا يسمى ورع الذي لا يتورع عن البدعة ولا يتورع عن المعاصي، لا يسمى ورع، يسلب منه الورع. الذي يشرب الخمر ويسرق ويشهد زورا ويتعامل بالربا، هل يقال انه ورع؟ لا يقال انه ورع، انه عاص ما يتورع، ياكل المال الحرام سرقه او بالربا
هذا ليس بولد. والذي يفعل البدعة أشد منه. فإذا كان السارق والمرابي ليس بولد فالذي يفعل البدعة أشد وأشد وأبعد عن الورع، فالسبب منه وراء لأن معصيته أشد من معصية فاعل الكبيرة. نعم. وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. نعم، وهذا ما قاله الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منها، مراد الإيمان الكامل، يكون إيمانه ضعيف وإيمانه ناقص. إلا إذا كانت هذه البدعة توصله الكفر فإنه يسلب منه الإيمان كامل والعياذ بالله. فإن البدعة قد تكون بدعة مكفرة وقد تكون مفسقة. إذا كانت البدعة مكفرة مثل بدعة الروافض الذين يكفرون الصحابة أو ويعبدون آل البيت ويكذبون الله في أنه حفظ القرآن، هذه بدعة تصير الكفر. وكذلك القدرية الذين أنكروا علم الله ونسبوا الله إلى الجهل، هذه بدعة مكفرة. وكذلك الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات ويصفون الله بالعدم، هذه بدعة مكفرة. وقد تكون بدعة مفسقة. فإذا ابتدع رجل بدعة مكفرة فإنه يسلب منه الإيمان بالكلية والعياذ بالله. وإذا ابتدع بدعة مفسقة فإنه يسلب منه كمال الإيمان ويبقى أصل الإيمان، فيكون إيمانه ضعيف ضعيفا. نعم. قال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. نسأل الله العافية. أيضا هذا المقال من عون تحريم البدع، يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء. لأن صار لا يبالي لا يبالي. فإذا كان العاصي الذي يفعل الزنا والسرقة منزوع منه الحياء، فالمبتدع أشد نزعا للحياء، لأن بدعته أعظم. يعني تجرع على ارتكاب البدعة وترك السنة، فلا شك أنه ليس عنده حياء. فالله تعالى يأخذ منه الحياء ويركب فيه الجفاء. نعم، صلى الله عليه وسلم. لأنه يكون جافي بسبب جفائه للسنة وتركه لها. نعم. وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. رواه الدارمي والمصنف في الكبرى والهروي وابن وضاح. نعم، وهذه المقالة عثمان بن حاضر الأزدي يروي عن ابن عباس أنه دخل عليه فقال: أوصني، قال: عليك بالاستقامة، اتبع عليكم الاستقامة، يعني استقم على السنة، استقم على الدين، فاتبع الكتاب والسنة، اتبع ولا تبتدع. تحذير له من البدعة، وأمر له بلزوم الاستقامة. والاستقامة هي الاستقامة على الدين، والدين هو لزوم الكتاب والسنة. ثم قال له تفصيلا، أمر بالاستقامة على الدين إجمالا، ثم فصل فقال: اتبع ولا تبتدع، اتبع ما جاءت به النصوص ولا تبتدع، لا تكن من أهل البدع. فهذا في التحذير من البدع. نعم. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الدارمي وابن أبي خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح كما قال محققه الشيخ الألباني، ورواه البغوي في شرح السنة واللالكائي والهروي ومحمد بن نصر المروزي. نعم، وهذا الأثر عن عباس بن مسعود رضي الله عنه ثابت معلوم، وقد تناقله أهل العلم واحتجوا به ومشهور. قال مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، تبعوا ما جاء في الكتاب والسنة ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم الله وكفاكم رسوله صلى الله عليه وسلم بما أغلاكم عن البدع، بما شرع لكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كفيتم. ثم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا جاء معناه في الحديث أي الصحيح: إن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا ثابت أي الصحيح
وزاد النسائي وكل ضلالة في النار. كل محدثة يعني كل محدثة في الدين, المحدثة في الدين هو ما أحدث في دين الله وفي شرعه مما لم يشرع في كتاب الله وعلى لسان رسوله فوزه, هذا بدعة, والبدعة ضلالة. ولهذا قال فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي في روايته وكل ضلالة في النار, هذا في تحذير من البدع وأن صاحبها متوعد بالنار. نعم. وقال طلحة بن مصرف لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثتم على السنة. نعم. وهذه المقالة من طلحة بن مصرف بن عبد المكعب جامع الكوفي رحمه الله, يقول لا تحدث بكل ما سمعت, يعني تخير تخير, يعني الإنسان يسمع يسمع الطيب ويسمع الخبيث, يسمع كلاما لا يليق فلا يحدث به, إنما يختار ينظر إذا كان الذي سمع خير يحدث به, وإن كان شر فلا يحدث به. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع, كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إذا كان الإنسان يحدث بكل ما سمع فلا يحدث بالزور, يسمع الزور ويحدث به, يسمع الباطل ويحدث به, قد يسمع الكفر من كافر هل يحدث به؟ لا, اختار الإنسان. وكذلك عليه أن ينكر على من يسمع الغيبة, هل يحدث بالغيبة؟ لا, بل عليه أن ينكر على صاحبها ولا يحدث به. يسمع الباطل ينكر على صاحبه ولا يحدث به. ولهذا قال طلحة وصرف لا تحدث بكل ما سمع إلا أن يكون الذي حدثكم على السنة حدث به لأنه خير, وإن كان على البدعة فلا تحدث به. نعم. وقال أبو إدريس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا مستقرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير, رواه المروزي في السنة, ورواه من قول ابن عمر أيضا, ورواه ابن بطة في الكبرى, ورواه ابن وضاح, وعزاه الشاطبي في اعتصام لابن وهب. نعم. وهذا المقالة لإدريس الخولاني عائل بن عبد الله الدمشقي عالم أهل الشام, يقول لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير, لأن النار التي يفدى تضطرم يمكن إطفاؤها ولا يضر, إذا أكلت شيئا من المسجد أو جانب المسجد يمكن إصلاحه ولا يضر, وإن كان هذا نقص لكن نقص دنيوي, لكن مصيبة البدعة التي لا تغير, لأن هذا نقص في الدين, نقص في الدين وتضر العقائد, تضر العقيدة وتضر الدين. ولهذا فضل أبو إدريس الخولاني قال لأن أرى في المسجد نارا تضطرم تشتعل أحب إلي من أن أرى في البدعة لا تغير, لأن النار تضطرم يمكن إطفاؤها وإزالتها ولا يضر. والنقص الذي حصل هذا نقص مقدر, وقد يثاب الإنسان على المصيبة التي حصلت, هذا نقص. قال تعالى ولا يبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين, وإذا صبر الناس أثيب, لكن المصيبة البدعة التي لا تغير, والكسر الذي لا يجبر هو كسر في الدين, لأن النار لا تطلب هذا كسر في الدنيا ومصيبة في الدنيا, لكن البدعة التي لا تغير جبر نقص في الدين وكسر في الدين فيصعب جبره. ولهذا فضل أبو إدريس الخولاني عالم الشام المصيبة الدنيوية على المصيبة الدينية, لأن المسجد النار التي في المسجد لا تضل مصيبة دنيوية, والبدعة التي لا تغير مصيبة دينية, فكانت المصيبة الدنيوية أسهل وأخف من المصيبة الدينية. نعم. وقال عطاء ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة, رواه الهروي في ذنب السلام, وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية عن ابن عباس مرفوعا وأوله أبى الله, وقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مجاهيل. نعم. هذا ليس بحديث, هذا من كلام عطاء, وقوله ما يكاد الله أو يأبى الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة, يعني في الغالب
في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب لأنه يعتقد أنه على الحق، ولكن وقد يوفق للتوبة كم من مبتدع من الله عليه، لكن المراد الأغلب، ولهذا قال ما يكاد يعني ما يقول في الغالب، وهذا هو الأغلب. والسبب في هذا أن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق فلا يفكر في التوبة في الغالب، ولهذا أغلب أهل البدع يستمرون على بدعهم، وقد يوفق الله الإنسان للتوبة فيتوب من بدعته ويوفق الله لسلوك واعتقد أهل السنة والجماعة. نعم. وقال ابن عباس من أقرأ باسم من هذه الأسماء المحدثة، وقال ابن عباس من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. رواه الخطابي في غريب الحديث، والأسرم في مسائل أحمد، وعبد الرزاق في المصنف، والمصنف في الكبرى، والهروي، ورواه الشهاب القضاعي في مسنده مرفوعا من حديث أبي ذر. نعم. وهذه المقالة من عبد الرزاق للتحذير من البدع، ومن أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة يعني من أقرها ولم ينكرها ورضي بها فإنه يكون مبتدع، لأن الراضي كفار، فالذي يرضى بالبدع ويقر البدع له حكمها البدع، كمان الذي يقر المعاصي له حكم المعاصي، والذي يقر الكفر له حكم الكفر. فإذا رضي الإنسان بالكفر وأقر الكفر صار كافرا مثله ولو ينفع الكفر بمجرد الرضا، وإذا رضي الإنسان بالبدعة وأقرها صار مبتدعا له حكمها البدعة ولو لم يعملها، وإذا رضي الإنسان بالمعصية والكبيرة فله حكم العاصي ولو لم يفعل. فإذا جلس الإنسان في مجلس يسب فيه دين الإسلام أو يسب الله ورسوله وسكت ولم ينكر وهو قادر فيكون كافرا مثلهم، حكم الفاعل، لأنه ما أنكر ورضي واستمر جالسا معه. والواجب عليه أحد أمرين، إما أن ينكر عليهم أو يقوم، فإن لم ينكر ولم يقوم فهو كافر مثلهم. وكذلك من جلس عند صاحب البدعة ويفعل بدعته وسكت ولم ينكر ولم يقوم وهو يستطيع فهو مبتدع مثلها. فالواجب عليه إما أن يسر البدع أو يقوم. وكذلك من جلس عندما يشرب الخمر أو يسرق أو يتعامل بالربا يجب على أحد أمرين، إما أن ينكر عليه تعامله بالربا أو ينكر عليه شربه الخمر أو شربه الدخان أو الغيبة والنميمة ينكر عليه، فإن كان لا يستطيع ينكر يقوم، فإن جلس ولم ينكر ولم يقوم فله حكم، إن كان يشربه الخمر حكم شارب الخمر، إن كانوا يتعاملون بالربا له حكم متعاملين، إن كانوا يشربون الدخان له حكم يشرب الدخان، إن كانوا يغتابون الناس له حكم المغتابين. قال الله تعالى في كتابه العظيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. وقال ميمون بن مهران إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. رواه المصنف بالكبرى. إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. رواه المصنف بالكبرى. وهذا تحريف من ميمون بن مهران رحمه الله من البدع، قال إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، لأن كل اسم يسمى بغير الإسلام فهو بدعة مبتدع، فكل اسم يسمى بغير الإسلام معنى تجاوز الإسلام وتجاوز وصار حدث في دين الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا في تحريم البدع. نعم. وقال مالك بن أنس لم يكن من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. رواه الهروي. نعم. وهذه المقالة من الإمام جي مالك بن أنس رحمه الله تحذير من البدع، وأن البدع ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان،
ليست في زمن الخلفاء الثلاثة، لكن حدثت في زمن خليفة الراشد علي رضي الله عنه، فنشأت الخوارج وابتدعوا بلا البدع، ونشأت السبئية الذين أله علي رضي الله عنه وقالوا أنت الإله، فحد لهم أخدود يعني حفر في الأرض وأضربها نارا وألقاهم فيها لما لم يرجعوا عن كفرهم. وقال لمولاه قنبر لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فخد أحاديد وأضربها بالنار وألقاهم فيها. وكذلك الشيعة والخوارج كلهم نشأوا في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، نشأة البدع في أواخر عهد الصحابة. ولهذا قال مالك بن أنس رحمه الله: لم يكن من هذه الأهواء عن البدع شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما نشأت خرجت الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، الشيعة وكذلك المرجئة في أواخر عهد الصحابة. نعم، في تحريم البدع يعني، وأنها ليست في العصور الأولى. نعم. وقال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة، معناه خرج عن الإسلام وخرج السنة، إذا فألحقه بأي دين شئت. إن شئت قل إنه على دين المشركين أو على دين النصارى أو على دين اليهود أو على دين المجوس، كل ما كان خلاف دين الإسلام فهو كفر، والكفر ملة واحدة. فإذا تسمى بغير الإسلام والسنة فالحق بأي دين شيء، إن قلت يهودي أو نصراني أو وثني أو مجوسي كلهم كفر، والكفر ملة واحدة، ما خالف دين الإسلام فهو الباطل. ولهذا في التحذير من البدع، لأن البدع قد تخرج الإنسان من الإسلام، والبدع قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة، فإذا كانت مكفرة خرج بها صاحب الإسلام، وإذا كانت غير مكفرة فهي بريء الكفر، فالواجب الحذر منها. وإذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحق بأي دين شئت، لأن الكفر ملة واحدة، ولو كانت الأديان متعددة كلها توصل إلى النار، كل كفر من أهل النار على أي دين كان، ما دام خرج عن الإسلام والسنة هو كافر على أي ملة من ملة الكفر والكفرة، وإن كانت لهم ملة المتعددة إلا أنهم يجمعهم شيء واحد وهو أنهم مخلدون في النار. أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن، رواه المصنف في الكبرى والهروي. وهذا من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، لأن بين عطاء وبين موسى عليه السلام دهور وأزمنة طويلة، تنقطع دونها أعناق المطي. قل عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الهواء يعني أهل البدع فيحدث في قلبك ما لم يكن، ما لم يكن فيه من قبل. إذا كنت على السنة وعلى الحق فإذا جلس أهل البدع أحدث في قلبك شيء لم يكن فيه من قبل، هذا في التحذير من البدع. ولكن لا حاجة إلى الآثار الإسرائيلية، لكن المؤلف رحمه الله نقل هذا الأثر الإسرائيلي من باب تضافر الآثار والأدلة وتنصرها، وإلا ففي الآثار في الأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين كفاية عن الآثار الإسرائيلية. نعم. وقال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف، رواه الدارمي بسند صحيح، رواه الآجري في الشريعة بسند رواته ثقات إلا عبد الأعلى بن حماد،
قال فيه الحافظ في التقريب لا بأس به، وهو من رجال الشيخين، ورواه اللالكائي وعزاه الشاطبي لابن وهب. نعم، هذا المقال هي بخلابة تابعي المعروف فيه التحذير من البدع، ويقول ان البدع توصل الى القتال بين المسلمين، ويستحل في اهل البدع قتل المسلمين، قتل اهل السنة والجماعة. ولهذا قال ما ابتدعهم بدعة الا استحلوا فيها السيف بسبب حقدهم على اهل السنة والجماعة، وبسبب اعتقاد اهل البدع انهم على الحق وان اهل السنة على الباطل، فلأجل هذا يستحلون قتالهم ويستحلون السيف، لان المبتدع كما سبق يعتقد انه على حق ويعتقد ان اهل السنة على باطل، فلهذا يستحل قتالهم ويستحل السيف. فلهذا يرى بعض اهل البدع حل دم المسلمين، فتجد بعض المجهمية يستحلون دماء السنة ويعتقدون ان دمهم حلال، والرافضة يستحلون دماء اهل السنة، وكذلك الخوارج والمعتزلة وغيرهم. وهذا مصداق لقول ابو كلابة ما ابتدعكم بدع الا استحلوا فيها الشيء، يعني القتال. نعم. وقال ابو كلابة في قوله تعالى ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، قال ابو كلابة فهي جزاء كل مفتر الى يوم القيامة، رواه العربي. نعم، وهذا المقال ابو كلابة يبين ان هذه الآية تشمل المبتدعة، وهي قول الله عز وجل في عباد العجل من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، وأن الله تعالى ابتلاهم في عبادة العجل حتى أشرب في قلوبهم حبها وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل. وقال في آية الأعراف قال سبحانه إن الذين اتخذوا العجل، يعني عبدوه من دون الله، وهم بنو إسرائيل عبدوا العجل من دون الله، لما ذهب موسى لميقات ربه واستخلف أخاه هارون ماذا عمل السامري؟ عمل لهم عجلا، أخذ الحلي وصورها بصورة العجل، وصار له خوار، وقال لبني إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى فنسيه، واستمروا على عبادتها. وحاول هارون عليه الصلاة والسلام أن يمنعهم ما استطاع، وكادوا يقتلونه، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى، ما استطاع هارون نبي كريم. فلما أتى موسى أخبر الله موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله إنا فتنا قومك من بعدك قبل أن يأتي إليك، وعالم علم اليقين ولا إشكال فيه أنهم فتنوا، إنا فتنا قومك من بعدك، وأخبر الله أنهم عبدوا العجل. لكن لما جاء ووصل إلى بني إسرائيل ووجدهم يعبدون العجل شاهدهم بعينه غضب غضبا شديدا حتى ألقى الألواح التي في يده وفيها كلام الله وتكسر من شدة الغضب، ولم يأخذه الله لأن الغضبان معفو عنه ما يعرف، وأخذ برأس أخيه برأسه ولحيته وهو هارون يجره وهو نبي كريم مثله، لكن من شدة الغضب يقول كيف تتركهم يعبدون العجل. فقال له هارون يا ابن أم هو أخوه من أبيه وأمه، لكن باب الاستعطاء لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. وفي الآية الأخرى قال إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشركي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وقال رب اغفر لي ولأخي وأرسلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، ولم يؤاخذه الله لأنه غضبان ولأنه منزل عند الله. وهذا دليل على أن الرؤية ليست كالعلم، ليس الخبر كالمعاين، أخبره الله متيقن مثل الشمس أنهم عبدوا العجل، لكن لما جاء وراهم بأنهم يعبدون العجل تغيرت حاله، فدل على أنه ليس الخبر كالعيان. والله تعالى عاقبهم بهذه العقوبة وجعل من توبتهم جاءتهم ظلمة وصار يقتل بعضهم بعضا، وجعل وغضب الله عليهم وجعلها
وألزمهم الذلة وأنزل قوله إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قتيبة فهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة ومنهم أهل البدع فهم مفترون فلهم فعليهم غضب لهم نصيب من الغضب ولهم نصيب من الذلة. هذا فيه تحذير من البدع. نعم. وقال أبو قلابة إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. رواه أبو الشيخ عن أبي قلابة بلفظ مثل أصحاب الأهواء مثل المنافقين كلامهم شيء وجماع أمرهم النفاق ثم تلا قول الله تعالى. وأخرجه ابن سعد والدارمي. نعم. وهذه المقالة أيضا لأبي قلابة يقول إن أهل الأهواء أهل ضلالة أهل الأهواء أهل بدع أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار متوعد بالنار متوعد بالنار وهم وإيمان المرتدع إيمان ضعيف إما على بدعة من غير توبة إلا إذا سكر التفصيل والكفر فهذا للجنة أعوذ بالله. فأبو كلابة يقول إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا يعني يعتقد ويعتنق رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف وجرب أهل البدع لا تجد مبتدع ينتحل رأيا ولا يقول قولا مبتدعا إلا يصل أمره إلى السيف يعني يستحل قتال السنة والجماعة قاتلهم بالسيف بسبب حقده وبغضه لأهل السنة والجماعة واعتقاد أنه على الحق. فيقول أبو قلابة رحمه الله إن أهل وأهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون الشيء. وأهل البدع وإن كانت البدع متنوعة لكن يجتمعون في الحقد على السنة والجماعة واستحلال الشيء واستحلال قتالهم كما أن النفاق أنواع وإن النفاق كان ضروبا يعني أنواعا لكن يجتمع المنافقون في الشك والتكذيب كلهم يشكون في خبر الله وخبر رسوله ويكذبون الله ويكذبون رسوله وإن كان ضروب وإن كان أنواع فالنفاق أنواع والبدع أنواع. النفاق أنواع ويجمعهم الشك والتكذيب والدليل على النفاق أنواع أن الله تعالى خبر أخبر عنهم في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن سننقضه ما صدقنا ولن نكون من الصادقين ومنهم من عاهد الله لئن سننقضه ما صدقنا ولن نكون من الصالحين فلما آتاهم فوز بخلوا هذا نوع من النفاق ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون هذا نوع آخر من النفاق ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول له أذن هذا نوع ثالث من النفاق ولكن يجمعهم شيء واحد وهو الشك والتكذيب الشك في خبر الله وخبر رسوله والتكذيب لله ولرسوله وكذلك المبتدعة هذا بدعة كذا وهذا بدعة مثلا بدعة في الصحابة بدعة في الأسماء والصفات بدعة في الأحكام بدعة في العمل لكن فهي أنواع وضروب لكن يجمعهم شيء واحد وهو استحلال قتال أهل السنة والجماعة. فالنفاق أنواع ويجمعهم الشك والتكذيب والبدع أنواع ويجمعهم قتال أهل السنة والجماعة بالسيف ولهذا قال وإن هؤلاء اختلف قولهم يعني أهل البدع واجتمعوا في السيف يعني القتال ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار وفي تحذير من البدع. نعم. وقال ابن عباس من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. هذا الأثر جاء مرفوعا عند الترمذي من حديث الحارث الأشعري وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال صاحب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم
وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وأخرجه النساء وأخرجه النسائي وبعضه وأخرجه أبو داود في كتاب السنة. وقال صاحب عون المعبود والحديث سكت عنه المنذري. قلت وقد أقر الذهبي تصريح الحاكم وتبعه صاحب تحفة الأحوذي والذي تبين أن الحديث ليس على شرط الشيخين فإن عبد الله بن صالح لم يروي له مسلم لضعفه وقد نبه على ذلك الذهبي في تلخيص المستدرك ولكنه فات عليه ذلك هنا. وأيضا فإن خالد بن أبي عمران لم يخرجه البخاري كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب. وأما رواية ابن عباس فقد أخرجها الطبراني في المعجم الكبير كما أشار السيوطي إلى ذلك في الجامع الكبير وساق جميع ألفاظ الحديث عن ابن عمر ومعاوية وأنس وحذيفة وأبي ذر وأسعد بن زرارة وابن مسعود. فظهر أن قول صاحب تحفة الأحوذي أن الحديث أخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وهم كما فات السيوطي أن يذكر أن للحديث طريقا آخر عن علي رواه ابن بطة في إبانة الكبرى واكتفى بذكره في الرسالة التي بين أيدينا بدون سند. نعم هذا قول ابن عباس فيه الوعيد على أهل البدع وأن البدع من الكبائر. والحديث رواه ابن مسلم باختلاف في أول لفظ في حديث رواه مسلم بلفظ من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا الحديث يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. ولو رأى معاصي في البلد فلا يخرج على ولاة الأمور وإنما المعاصي تنكر ينكر الإنسان بقدر استطاعته ينكر بجد إن استطاع فإن عجزت باللسان فإن عجزت بقلبه. وكذلك أيضا المعاصي ينكرها يبلغ مثلا أهل العلم وأهل العلم يخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم وين قدرت على ذلك فالحمد لله وإن لم تقدر فأنت معذور. أما أن تخرج على ولاة الأمور لا تقاتل ولاة الأمور وتخرج عليهم بالمعاصي لا هذه طريقة أهل البدع وهذا من كبائر الذنوب. قال الحديث صحيح مسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر يعني تحمل ولو رأيت المعاصي اصبر لا تقاتل لأنك يعني إذا خرجت على ولي الأمر ارتكبت مفسدة أعظم. يعني تريد أن تنكر المنكر وتقع في المنكر الأعظم تريد أن تدفع مفسدة صغرى بمفسدة كبرى لا هذا ما يصير. ولهذا قال العلماء إذا الإنسان إذا رأى منكر فله أحوال. الحالة الأولى أن يزول إذا أنكر المنكر الحمد لله أو يخف هذه حالة ثانية أو يحصل منكر مثله أو منكر أشد لا تنكر منكر. مثاله الإنكار على ولي الأمر بالخروج عنه رأى معاصي في البلد وخرج على ولاة الأمور قال لماذا يوجد سفور لماذا يوجد كذا ولماذا يوجد دخان لماذا يوجد خمور لماذا يوجد فصاروا قاتل ولاة الأمور. طيب إذا قتلت خرجت على ولي الأمر بالقتال حصل إراقة دماء سفك دماء وانقسام الناس واختلال الأمن واختلال الاقتصاد واختلال التجارة والزراعة واختلت أمور المسلمين وتدخل الأعداء وتربص بهم الدواعي كل هذه مفاسد. هذه مفاسد أعظم من مفسدة المنكر الذي تلي عنه الكرام. والقاعدة عند أهل العلم الاختلاف عن النصوص أنه إذا اجتمع مفسدتان لا يمكن تركهما نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. فعندنا مفسدتان مفسدة الخروج على ولي الأمر ومفسدة المنكر أيهما أقل مفسدة المنكر نصبر عليها ولا نرتكب المفسدة الكبرى. وإذا اجتمع مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى ولو زالت المصلحة الصغرى. القواعد معروفة عند أهل الشام ولذلك ينبغي الإنسان ألا يغلب جانب التحمس والعاطفة التي
على غير بصيرة، ويرجع إلى أهل العلم إذا أسكن عليه شيء ويسأل ولا يفعل شيء. بعض الشباب يقول عنده تحمس، عنده اندفاع لكن على غير بصيرة. لا بد أن تكون عملك مقيد بالشر، ترجع إلى أهل العلم وإلى أهل الخبرة وإلى أهل البصيرة حتى يبينوا لك ويوضحوا لك النصوص والأمر الواجب عليك. وكذلك ابن عباس قال: من فارق جماعة الشبر فمات فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وأهل البدع فارقوا الجماعة فهم مرتكبون لكبيرة، المراد أنه مرتكب لكبيرة ولا يزول من هذا الكفر. نعم. وفق الله جميعا، وزق الله جميعا من الناس، ولا مصطفى صلى الله عليه وسلم. بل هو صفر الخير وقد أحسن. سؤال جاء عبر الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة خلف رجل يحفظ كتاب الله لكنه يحضر الموائد البدعية؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الرجل يحفظ كتاب الله ويحضر الموالد يختلف، في بعض الموالد يكون فيها معاصي وبعض الموالد يكون فيها شرك، إذا كان يقر الشرك فهو مشرك. بعض الموالد يكون فيها مفاصل من اختلاط الرجال بالنساء، وقد يحصل في بعض الموالد يقر الشرك وتقرأ فيها قصائد شركية فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم من مقام النبوة إلى مقام الألوهية. يقرؤون في بعض الموالد قصيدة البوصيري وهي قصيدة شركية يخاطب فيها صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العاملي، وهو يوم القيامة، الحادث العام يوم القيامة، يقول: ما لي سواك يوم القيامة، نسي ربه، قل يا أكرم الخلق ما لي سواك عند حلول الحادث العاملي. ثم قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، إن لم تأخذ بيدي وإلا فإن هالك، نسي ربك. وقال: فإن من جودك، يخاطب الرسول، فإن من جودك الدنيا وضرتها، الضر الآخرة، الآخرة ضرت الدنيا والدنيا ضرت الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن جودك يا محمد تملك الدنيا والآخرة. إذا كان المنزل يملك الدنيا والآخرة، ما الذي بقي لله؟ ما بقي شيء. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ والقلم. هذه تقرأ يقرأها بعض الناس يجعلها ورد صباح ومساء القصيدة، وبعض الناس في بعض الإذاعات يقول ابتهال، اسمع الابتهال، ثم يبتهل بهذه القصيدة الشركية سميها ابتهال. بعض الناس يجعلها ورد يقرأها صباح ومساء وتقرأ في المولد، فإذا كان يقرها ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والآخرة ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الضر والنفع، ما يفهم الشرك. أما إذا كان يحضر المولد ولا يحضر إلا في معاصي فهذا مبتدع وعاصي وإيمانه ضعيف، والصلاة خلفه فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال تصح الصلاة خلفه المبتدع والفاسق، بعض العلماء يرى صحة الصلاة خلفه، ومذهب أبو المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف يرون عدم صحة الصلاة خلفه. والصواب أن الصلاة خلف المبتدع والفاسق صحيحة، الصلاة صحيحة مع كراهة، إلا أنه الصلاة خلف العدل أولى، إذا أمكن أن لا يصلي إلا خلف العدل هذا أولى، وإلا وجد إلا هذا الإمام الفاسق صلي خلفه، ما وجد جماعة ولا يصلي وحده لأن إمامه ضعيف. أما إذا كانت بدعة وصل وكفر فلا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، وإذا صلى خلفه فإنه يعيد الصلاة، هذا بالاتفاق. إذا كان الإمام قبوري يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله أو يفعل ناقض من نواقض الإسلام، هذا لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، وإذا صليت خلفه ولم تعلم تعيد الصلاة. أما إذا كان فاسق ومبتدع وفسقه وبدعته لا يوصل إلى الكفر فهذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من صحح الصلاة ومنهم من لم يصححها، والصواب أنها صحيحة لكن مع كراهة، لكن وجد غيره لا يصلي صلاة وإلا غيره يصلي. نعم. أحسن الله عليكم. إيش؟ السحر كافر،
كافر كافر. قال الله تعالى ولكن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمونا من السحر. الساحر كافر، الساحر الذي يتصل بالشياطين، لأن الساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يشرك بالله، لأن هناك عقد بين الساحر وبين الشيطان. فالجني يعقد عقد مع الساحر، وكل بينهما خدمة متبادلة. فالخدمة المتبادلة فالشيطان الجني يطلب من الساحر يشرك بالله، يدعو غير الله ويذبح لغير الله، أو يوطخ المصحف بالنجاسة، يطلب منه حتى يشرك بالله. فإذا أشرك بالله خدمه الجن، يخدمه، يخبره بالمغيبات، يعطيه بعض الأشياء، يطيعه إذا أمره إذا أمر الجن أن يلطم شخصا لطمة أو يخرج شخص خرج منه. خدمة متبادلة بين الجن والساحر، لكن الشرط الأول الكفر، يشرط الجن على الساحر يكفر، هذا السحر كافر. إلا إذا كان سحره، هناك نوع من السحر ما يتصل صاحبه بالشياطين، يتصل بالشياطين بالأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر، يعني يصير يعالج الناس، إذا جاء أحد يعالجه يقول عندي العلاج، ما في مانع، أي مرض يأتي فأنا عالجه، يأتي بأصباغ وأدوية ونواع، يقول هذا خذ هذا تدخن به، وهذا اشرب منه، وهذا استنشق له، وهذا كذا، وهذا سلم 50، وهذا سلم 100، وهذا سلم 1000، وهذا سلم 1000 ريال، وهكذا اصباغ والوان، وكل واحد يعطيه وياكل ابو الناس بالباطل. هذا ان استحل ذلك كفر، وان لم يستحل يكون مرتكب لكبيره. فالساحر نوع يتصل صاحبه بالشياطين، هذا كافر الجني، ونوع لا يتصل بالشياطين لكن يعمل ادويه واشياء ياكل اموال الناس بالباطل، فهذا وارتكبوا لكبيرة إلا يستحل أكل الناس بالباطل وإلى الناس فإنه يكفر. نعم. وهذه سائلة عبر الإنترنت من عبر الشبكة تسأل من كندا عن المولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج، هل هي من البدع مع أنها أعمال طيبة وقد نبكي في هذه الأيام؟ وقد إيش؟ نبكي تبكي يعني. نبكي نبكي يعني. وقد تبكي تبكي في المولد. نعم. إقامة المولد هذا بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يفعله الصحابة الذين هم أفضل الناس الخلفاء الراشدون. ما أقام أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم مولد، ولا أقام عمر للنبي صلى الله عليه وسلم مولد، ولا أقام عثمان، ولا أقام علي، ولا أحدث المولد القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. إنما حدث في القرن الرابع الهجري، أحدثه الخلفاء الفاطميون شيعة موافقة للنصارى ومضاهاة للنصارى الذين جعلوا مولد للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنهم من البدع، والنبي يقول كل بدعة ضلالة، فهم من البدع. وكذلك أيضا اشتهوا بليلة الإسراء وليلة المعراج، كل هذا من البدع. ولو كان الإنسان يبكي فيكون يبكي على غير هدى ما ينفع البكاء، قد يبكي وإن كان كافرا ولا ينفعه، وبكاؤه يزده ما يزده إلا بعدا. ألم تقرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية، تسقى من عين آنية، وجوه يومئذ خاشعة تخشع ذليلة عاملة تعمل تشتغل الليل والنهار، قد تصلي وتصوم لكن على غير بصيرة، غير موافق للشرع مع شركه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة متعبة، تتعب من العبادة والعمل، ومع ذلك تصلى نارا حامية، وهي وتسقى من عين آنية، من عين آنية شديدة الحرارة، اشتد حرارتها وبلغت الغاية في الغليان، تسقى منها. نسأل الله السلامة والعافية. فليس كل من بكى يكون على حق، من يبكي الكافر قد يبكي وهو على الباطل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قد في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله الجميع، رزق الله الجميع علما نافعا، ثبت الله الجميع على الهدى، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. هذا الأثر ورد مرفوعا من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو نصر الديلمي
كما جاء في الدرج المنثور. وسئل الإمام الدارقطني عن هذا الحديث مرفوعا فقال يرويه أبو قلابة عن حسين بن حفص عن الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ووهم فيه. وإنما روي عن الثوري هذا الحديث من حديث منذر الثوري عن محمد بن الحنفية من قوله غير مرفوع. وقال أبو العالية ذكرت ذلك لابن المديني فقال ليس بشيء إنما الحديث حديث ابن الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فلا زال المؤلف رحمه الله يورد الآثار والأحاديث في الأمر في بيان وجوب لزوم الجماعة والحذر من البدع وأهل البدع. هذا الأثر عن محمد بن حنفية, هو محمد بن علي بن أبي طالب, لكن سمي محمد بن حنفية نسب إلى أمه لأنها من بني حنيفة, من سبايا بني حنيفة. من هنا لما ارتد بنو حنيفة وارتد العرب وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم المرتدين, قاتلوا بني حنيفة, صار من سباياهم هذه الأم محمد بن حنفية تسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فصار يسمى محمد بن حنفية تمييزا له عن إخوته, وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب. يقول والصواب أن هذا موقوف ليس مرفوعا, ولا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ردهم, يعني أن خصومتهم في الصفات والأسماء وفي أفعال الله وفي قدره وقضائه, وهذا فيه تحذير من الخصومات والنزاع والشقاق في الأسماء والصفات وفي القدر, لأنه يولد الشبهات والشبهات يولد البدع. وهذا القول وإن كان الصواب أنه موقوف على محمد بن حنفية, إلا أنه إنما قاله استنادا إلى النصوص الكثيرة, إنما قال محمد بن حنفية استنادا إلى النصوص التي فيها النهي عن البدع والخصومات والنزاع, وأنه يجب على الإنسان أن يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, وليس له أن يعترض على أفعال الله ولا صفاته, فلا يسأل عن صفات الله, فلا يقول كيف ولا يقول لما, كيف في الصفات ولما في الأفعال. وقد تأدب بذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم, فلزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم, وأعرضوا عن الشبهات والخصومات. أما المتأخرون فإنهم بسبب وعدهم عن أنوار النبوة وعن وعدهم عن مشكاة النبوة واختلاطهم بالأعاجم, وبعد أن ترجمت كتب اليونان والرومان نشأت الخصومات والنزاع في القدر وفي أفعال الله وفي صفاته وأسماءه. ولهذا قال محمد بن حنفية رحمه الله لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم, وهذا فيه تحذير من الخصومات والنزاع التي تولد الشبهات والشبهات تولد البدع. نعم. وقال عبد الله بن عمرو يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفقهون الناس, أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح بلفظ فتقرأ على الناس قرآنا, وأخرجه مسلم في صحيحه وابن وضاح كله من عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وهذا الأثر كما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما ذكر المحقق عبد الرزاق في المصنف وأخرجه مسلم, وأخرجه الدارمي أيضا في سننه في المقدمة, فقال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو
وعمر بن عمرو العاص بن قال يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين. يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام يفقهون الناس في الدين. وهذا فيه التحذير, تحذير من الإصغاء إلى شبه شياطين الجن والإنس. الشياطين, الشيطان اسم للمتمرد من كل جنس, فالمتمرد من الجن يسمى شيطان الكافر, والمؤمن من الجن ما يسمى الشيطان, والمتمرد من الإنس يسمى الشيطان أيضا. فالشياطين يكون من الإنس ومن الجن, وهو المتمرد من كل نوع, وكذلك من الدواب كما قال سبحانه الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بصفة القول غرورا. وهذا فيه التحذير من الشبهات التي تلقيها شياطين الإنس وشياطين الجن. فقال يوسف كان يقرب أن تظهر الشياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام يفقهون الناس في الدين, يعني يزعمون أنهم يفقهون الناس في الدين وهم يلبسون على الناس ويوكلون في الدين ما ليس منه. وأي فقه عند الشياطين, لكن المراد يعني يفقهون الناس في الدين يعني يزعمون أنهم يفقهون الناس في الدين وهم يغيرون الدين رأسا على عقب. هذا فيه التحذير من الإصغاء إلى ما تلقيه شياطين الجن وشياطين الإنس من الشبهات والشهوات, من الشبهات التي تتولد منها البدع, والبدع مخالفة للدين وهي حدث في الدين. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ملك منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الحدث والبدع ليست من الدين وإنما هي حدث في الدين, ولكن هؤلاء الشياطين من تلبيسهم للناس يزعمون أنهم يفقهونهم في الدين من باب التلبيس. نعم. وقال أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أبا يا أيوب احفظ عني أربعة, لا تقل في القرآن برأيك, وإياك والقدر, وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك, ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. رواه المصنف بالكبرى, ورواه الهروي واللالكائي من طريق ابن بطة وابن عساكر عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعا. نعم. وهذه المقالة التي رواها أيوب السختياني عن ابن قلابة تابع الجليل وصية له ووصية لكل مسلم. يقول يا أيوب احفظ عني أربعة, هي وصية ليست خاصة بأيوب فهي عامة, كل مسلم عليه أن يحفظ هذه الأربعة, لأن الوصية والنصيحة والتوجيه والإرشاد والأمر إذا جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو من بعدهم من العلماء إنما يقصد بها النصح في كل من تبلغ في كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال أوصني, قال لا تغضب, قال أوصني, قال لا تغضب, فردد مرارا قال لا تغضب. هذه ليست وصية خاصة بل هي وصية للأمة كلها, لأن الشريعة عامة, هي وصية لهذا الرجل ولغيره, شريعة عامة إلا ما دل الدليل على تخصيص أحد, كما في الجذعة التي ضحى بها خال البراء قال له جذعة من المعرفة قال تجزيك ولم تجزي عن أحد بعدك, هذا دليل على الخصوصية. وما لم يدل دليل على الخصوصية فالشريعة عامة والوصايا عامة, وصايا العلماء إذا أوصى أحد العلماء أحد تلاميذه في وصية عامة له ولغيره, إذا أوصى الصحابي كذلك وصية له ولغيره, إذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد فهل هو لغيره, إذا أمر الله بأمر فهي للأمة كلها. فهذه الوصية التي أوصى بها أبو قلابة سبع الجليل أيوب عامة له ولغيره, انتفع بها كل مسلم. قال له احفظ عني أربعا, أربع وصايا. الوصية الأولى لا تقل في القرآن برأيك, يعني لا تفسر القرآن برأيك
القرآن لا يفسر بالرأي، وإنما يفسر القرآن يفسر كلام الله بكلام الله أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغة العرب أو بالرأي المستند إلى النصوص ما يستنبط من النصوص. أما الرأي المجرد لا، لهذا قال لا تقل في القرآن برأي، وهي مجرد مبني على الهوى، على ضلال. ولهذا ثبت عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لما سئل عن تفسير آية في القرآن وهي قول وفاكهت وأبى، قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأي أو بما لا أعلم. فلا يجوز الإنسان أن يقول في القرآن برأي، ومن قال في القرآن برأي فقد أخطأ ولو أخطأ. هذه وصية عظيمة نبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل في القرآن برأي، لا تفسر القرآن برأي، فسر القرآن، القرآن فسر القرآن، كلام الله يفسر بعضه بعض، فما أجن في مكان يفسر في مكان آخر، فما أجن في موضع يفسر في موضع آخر. فإن لم يجد في كتاب الله ينظر في سنة رسول الله يفسر بسنة رسول الله، فإن لم يوجد فبأقوال الصحابة، فإن لم يوجد فبأقوال التابعين، فإن لم يوجد فبلغات العرب، فإن لم يجد في النصوص في قواعد النصوص والقواعد المأخوذة من النصوص وما يستنبط من النصوص، ولا يفسر القرآن برأي. ولهذا قال لا تفسر القرآن برأي. الوصية الثانية وإياك والقدر، يعني إياك أن تخاصم وتجادل في القدر، وإياك أن تعارض القدر، وإياك أن تنكر قدر الله. احذر أن تخالف شرع الله في القدر، إما بالخصومة أو بالنزاع أو بالمعارضة أو بإنكار قدر الله وقضائه أو بالاعتراض على قضاء الله وقدره. فإياك والقدر، احذر، سلم لقضاء الله وقدره، من لم يسلم هلك، لا يعارض قدر الله عليك أن تسلم. قل آمنت بالله، آمنت بقضاء الله وقدره. وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك لا تسبهم ولا تعبهم ولا تتنقصهم، فإن هذا إنما يقصد مما في قلبه مرض وزير ونفاق. سب الصحابة لا يقصد من قلب مؤمن، وإنما يقصد من قلب فيه نفاق وفيه دغل وفيه مرض. والواجب الإنساف عما شجر بين الصحابة والترضي عنهم، معرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم. ولهذا أوصى أبو كلابة قال وإذا ذكر أصحاب رسول الله فأمسك عن عيبهم ولمزهم ولمهم وتنقصهم والوقوع في أعراضهم. واجب الإمساك عما شجر بين الصحابة، واعتقاد أن لهم من الفضل والحسنات والسبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ شرع الله ما يغطي بخبر عنهم من الهفوات، وما صدر منهم وما ورد في الآثار في الأخبار مما صدر عنهم فهو على أقسام، منه ما هو كذب لا أصل له من الصحة، وما هو ما له أصل لكن زيد فيه أو نقص وغير على وجهه عن وجهه، ومنهم ما هو صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مستجد له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. ولهذا قال الوصية الثالثة وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذكر. الوصية الرابعة ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاء. أصحاب الأهواء أصحاب البدع، لا تمكنهم من سمعك، فإنك إذا مكنتهم من سمعك أنفذوا فيه ما شاء بل أعرض عنهم ولا تفتي لهم. فكم من إنسان أصغى إلى أهل البدع ويظن أنه لا يتأثر، ولكن سرعان ما يتأثر وتنفذ فيه شبهه. فلا تمكن أصحاب الأهواء البدع الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم من البدع، لا تمكنهم من سمعك فينفذوا فيه ما شاء، بل أعرض عنهم ولا تجالسهم ولا تستمع إلى شبههم ولو كنت تظن أنك لا تتأثر.
الواجب الإعراض عن أهل البدع. نعم. وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء، أخرجه أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم بلفظ قال فأغرى بينهم فأغرى بعضهم بعضا بالخصومات والجدال في الدين. وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه بلفظ ما أرى الإغراء في الآية إلا الأهواء المختلفة، وكذا أخرجه الهروي. نعم. وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله المسعود تابعي صغير في تفسير هذه الآية، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء يعني البدع. الآية إنما هي في أهل الكتاب، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. في اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. هذه الآية في اليهود، ولكن إبراهيم النخعي رحمه الله يقول إنها تشمل أهل البدع بعمومها، تشمل أهل البدع لأنهم شبه باليهود. فاليهود بينهم عدوه عداوة وخصومة وبغضاء، وكذلك أهل البدع بينهم عداوة وخصومة، ولهذا كل أهل بدعة يضللون أهل البدعة الأخرى، فتجد الجهمية يضللون المعتزلة وأنتم على ضلال. يقول لماذا أنتم تثبتون الأسماء وتركون الصفات؟ انفوا الأسماء حتى تكونوا مثلنا، ولا أنتم متناقضون. والمعتزل يقول لا أنتم اللي أخطأتم، نثبت كيف نثبت كيف الآن نثبت الأسماء والصفات إذا شبهنا. والجبرية تضلل وتعادي القدرية. الجبرية يقول العبد مجبور وهو فريشة في الهوى، والقدرية يقول العبد يخلقك على نفسه. فهؤلاء يقولون أنتم على ضلال وهؤلاء يقولون على ضلال، فكل فرقة تضلل الأخرى، بينهم عداوة وبغضاء. كما أن اليهود فرق متعددة وأحزاب، ونظرت إلى اليهود الآن في فلسطين تجدهم أحزاب متعددة، منهم متشدد، بعضهم متشددون يسمونهم أصوليون يشددون في يهوديتهم، بعضهم متساهلون، وهؤلاء يعادون هؤلاء أحزاب متناحرة بينهم العداوة. وإن كانوا هذه الأحزاب المتناحرة اليهود يجتمعون على حرب المسلمين، لكن بينهم عداوة وبغضاء، وكذلك أهل البدع بينهم عداوة وبغضاء. فلهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله إن هذه الآية تشمل وإن كانت في اليهود إلا أنها تشمل بعمومها أهل البدع، لأن بينهم عداوة وبغضاء كما أن اليهود بينهم العداوة وبغضاء. وفيه التحرير من البدع، لأن الواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة بالتحبي، إنما المؤمنون إخوة، ولا ينبغي أن يكون بينهم غل ولا حقد ولا حسد. ولهذا أمر الإسلام بالمسلمين أن يتعاونوا وأن يسلم بعضهم على بعض وأن يعطف بعضهم على بعض وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يتسامح الإنسان عن حقه، كل هذا لأجل أن تكون القلوب سليمة وأن يكون المؤمنون إخوة متحابين متآلفين وأن تزول بينهم الوحشة والعداوة.